جولة في كتاب مع أميرة الفاضل. مرحبا. صحيح أنه النسيان نعمة من الله، لكن كل شيء زاد عن حده انقلب ضده. أنا شخصياً أعاني بشكل كبير من نسيان مناسبات مهمة، نسيان واجبات عائلية، أنسى كل ما لم أدونه. وأكيد مو كل الناس تعذرك أو تصدق أنك فعلاً بذاكرة سمكة. زمان كانت ملكة الحفظ والتذكر عندنا أقوى. في الوقت الحالي قاعدين نسجل الأرقام، المواعيد والمهام في الأجهزة، وخلاص هي كفيلة بتذكيرنا. زادت المشكلة. ضغوطات الحياة والمشتتات كمان لها دور كبير. طب في شيء ثاني اسمه النسيان المتعمد. لو جربت جلسات التنفس مع المختصين حتسترجع ذكريات مؤلمة أو مخجلة مرت في حياتك. أنت ما نسيتها بالأساس، لكنك أسقطتها من ذاكرتك عمداً. في كتاب العقل الخارق يقول إنه لازم نشغل جزئي المخ الأيمن اللي يشوف الألوان والأصوات ويسمع الموسيقى، والجزء الأيسر المتعلق بالعقل والمنطق. ولازم نمارس التذكر ونقلل بشكل كبير من اعتمادنا على التدوين. أكيد الأكل له دور، وتناول الزنك والأوميغا 3. الدكتور أوليفر ساكس ينصح بمراجعة الطبيب إذا زاد النسيان وبعدم تجاهل الأمر، لأنه ممكن يتطور إلى مرض خطير. في العطلة خلينا نمارس الأحجيات والألعاب اللي تنشط الذاكرة. خلينا نبدأ من اليوم نجبر نفسنا على تذكر بعض الأمور من دون تدوينها، ونشوف يمكن تضبط معانا. كنتم برفقة كتاب عقل خارق ومصادر أخرى. مع السلامة. ألف ألف أف أم.